نحن سعادتنا ما في جمع المال، ولكن في توظيفه للبلاد والعباد المحتاجين. فهذا نحن لابد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية، وإن شاء الله أننا مستمرين. فالله يوفقنا ويوفقكم معنا إن شاء الله لعمل الخير. وأنا أكد لكم أن المهمة كبيرة، المهمة كبيرة، بس الهمم أكبر. خير الناس أنفعهم للناس. على هذا الأساس كان لا يكال عنده الجود ولا يقاس، فليس هناك أسمى من أن يشارك الضعيف بالإحساس ويعطيه من فضل رب الناس، ليحيي الأمل بين الخلائق بغض النظر عن الأعراق والأجناس. صاحب السمو الشيخ محمد يؤمن بالعمل الإنساني. باللحظة سنويا الشيخ محمد يطلق مبادرة إنسانية سنويا بصورة سنوية، إذا طالع موضوع مثل دبي العطاء، إذا طالع مشروع مثل نور دبي معالجة وعمل عمليات لمئات الآلاف الملايين من الأشخاص على مستوى العالم. ففلسفة صاحب السمو الشيخ محمد قائمة على الإنسانية وقائمة على العطاء، وهذا إيمان الشخصي أن كل ما أعطى كل ما رب العالمين زاد دولة الإمارات وأهل الإمارات والقاطنين في الإمارات خير وحفظ الإمارات. بطبيعة الحال دولة الإمارات منذ نشأتها قيادتها اهتمت بصناعة الإنسان. دولة الإمارات قامت على بناء الإنسان وصناعة الإنسان. اليوم نشوف الحمد لله الشيخ محمد بن راشد من أكثر القادة اللي يعملون أيضا في هذا المجال، في مجال صناعة الإنسان. وطبعا قبل المؤسسين الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ راشد، واليوم الشيخ خليفة والشيخ حامد زايد، الجميع لما تسألهم ما الهدف من كل ما تعملونه يقول لك صناعة الإنسان. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تم إطلاق برنامج إعداد صناع الأمل، والتي تهدف إلى صقل الشباب الإماراتي وتطوير كوادر قيادية وإدارية في مجال العمل الإنساني. كنا في أول مرة أطلق فيها سمو الشيخ محمد بن راشد مبادرة صناع الأمل، وكنا نشوف الفائزين في الحفل والمساهمات الجميلة اللي كانوا يقدمونها، ويعني صراحة هي من الحفلات اللي أنت تبكي فيها وما تخجل، لأن شيء يلمس المشاعر وقلب والمشاعر الإنسانية. كنا نتمنى أن نحن نكون جزء من هذا البرنامج، لكن لما أعلنوا عن برنامج قادة صناع الأمل هذه مسؤولية كبيرة. تخصصي أنا شغال في جمارك دبي، مدير إدارة المخاطر. كل الشحنات الإنسانية مثل ما تعرفون كانت تمرر عن طريق دبي لازم تعدي عن طريق الجمارك، والجمارك اليوم خلنا نقول شريك أساسي في تسهيل هذه الشحنات. هذا التواصل مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قبل ما يصير البرنامج وقبل ما يصير فكرة البرنامج أنا حبيت الشغلة، وكنت للأمانة يعني تجينا طلبات حتى نقول لنهاية الدوام وغير أوقات الدوام، وكنت أسعى فيها مثل ما يقولك بيدك ورجلك عشان تخلص الطلبات، لأنها طلبات إنسانية، شحنات إغاثة، شحنات تجيك فجأة رايحة لدول منكوبة. سبحان الله يعني حاجة شدتني، حاجة في نفسي شدتني أن أتعامل مع هالشغلة، مع أنها شغل ومفروضة علي بس ولكن أنا حبيت الشغلة هاي. تفاجأت بالتزامن جاء إعلان أن في برنامج قيادات صناع الأمل، فسبحان الله يعني كانها استبشار خير، وقلت من حاجة بسيطة خليني أدخل اليوم البرنامج هذا. وبالفعل بدل كنت أخدم حاجة بسيطة خلينا نقول يوم تمرير الشحنات وتسهيل الشحنات، خليني أدخل في استراتيجيات الأمل واستراتيجيات العمل الإنساني. شغفي في حب الأعمال الإنسانية هو اللي قادني للدخول لهاي المسيرة أولا. ثانيا الحمد لله رب العالمين، كنت في المجالات التطوعية من يوم أنا صغيرة، فسواء في المدرسة في الجامعة إلى أن تخرجت الحمد لله يا ابن القدر في أني أنا أتخصص في المجالات الإنسانية في التلفزيون، كوني كمراسل داخلي ودولي أيضا مختص بالعمل
الأعمال الإنسانية داخل البلاد وخارجها، والحمد لله أيضا حتى عملي في الإذاعة قادني إلى اهتمامي بالمجتمع والأعمال الإنسانية كذلك، فأعتقد الشغف هذا هو اللي يلحقني وأنا أميل له، ويعني بسعى إن شاء الله قد ما أقدر في إني أنا أخوض في هذا المجال. ودنا إنه تحت منظومة مهيئة مثل المنظومة هذه إنه نبث الأمل ونساعد في عمل الخير ونخليه بطريقة مبتكرة ومستدامة في نفس الوقت تساعد الآخرين على أنهم يثبتون نفسهم بنفسهم وما يعتمدون على حد ثاني. بديت أني درست في المجال القانوني عشان أشتغل في المجال الإنساني وأفيد الناس قد ما أقدر. دولة الإمارات لله الحمد من الدول الرائدة في هذا المجال، وإذا نحن نقدر أن نعطي أكثر فيه ليش لا. تخصصي هي هندسة المعلومات، والسبب يعني وراء مشاركتي حاليا أو هي بالذات أن قدرتي على الابتكار، لي مشاركات سابقة في مسابقات مختلفة تعطيني الدافع أني أشوف نفسي قادر أني أقدم شيء في هالمبادرة. شو يعني لك صناعة الأمل؟ صناعة الأمل هي بالنسبة لي هي صنع الفارق الإيجابي في المجتمع بشكل عام في العالم، هي تغيير نظرة العالم يعني بشكل عام من أي نظرة سلبية لنظرة إيجابية. حبيت أساهم بس من وقتي وطاقتي لو بجزء بسيط أخدم فيها البرنامج أو أخدم فيه وطني. وبما أنك ربة منزل، هل أنت مستعدة لخوض هذه التجربة وبترك أبنائك وأنك تسافرين لمساعدة الآخرين وتقومين بالتغيير الإيجابي؟ أكيد طبعاً، أنا هالشيء شجعني أكثر لأن بغيت أترك بصمة لولدي. أنا أم لولد عمره 4 سنوات ونص، والحمد لله من عمره 3 سنوات بديت أعلمه يعني أنه كيف يدخل هالمجال وكيف يقدر يساعد أو يساهم بعد هو أنه يخدم بلده حتى لو سنة صغير. الهدف من تواجد في هذا البرنامج هو أن أكون أنا أحد شباب الإمارات اللي يسهمون بدور فعال في النشاط الإنساني والاجتماعي، ونكون من ضمن أولئك اللي يعني يساهمون بشكل كبير في رد الجميل للفرص المتاحة من قبل قيادة في الدولة، وإبراز القيم اللي نحن تأسسنا عليها وتربينا عليها في هذه في دولة الإمارات، والمشاركة الفعالة في هذا المجال. كيف عرفتي دكتورة عن هذه المبادرة؟ والله أنا كنت جالسة بروحي في يوم من الأيام كذي في الأسبوع الماضي، كنت في البيت وجالسة أفكر، كنت مخلصة شغلي وطالعة تلفزيون وبس سرحة أقول أنا إذا بتقاعد شو بسوي، ويطلع لي هالإعلان وعلى طول أخذ اللينك وأدخل عليه، ومن الساعة 6:30 للساعة 9، لأن أول كنت أشتغل على الآيباد وما طاع يشتغل، لين كملته وسويت الأبليكيشن. شو الهدف إن شاء الله اللي راح تسعين لتحقيقه إذا تم اختيارك في برنامج إعداد صناع الأمل؟ أولاً الأمل هو أفضل علاج لأي إنسان سعيد كان أو غير سعيد، لأن فسحة باب الأمل هي باب الحياة. أنا اخترت الطب في الأساس لأني أنا أبغي أدخل السرور، وأنا أعتقد أن الأمل هو عبادة نحن مفروض أن نطبقها، وكثير منا تجاهلها أو نساها في خضم الحياة والأشغال اللي مرت عليه. أنا أعتقد أني أنا أقدر أحقق وايد، واللي أريد أحققه أني أنا أنشر الابتسامة على وجوه الناس اللي حوليا وعرفت منهم ما لم أعرف. الهدف الأساسي هو أني أصنع بصيص من أمل الدول المحتاجة، وأني أستخدم خبراتي السابقة في أني أكون عون للفرد لمجتمع لدولة معينة. بإذن الله إذا تم اختيارك من بين 30 شخص، شو هو طموحك وما هي الرسالة اللي راح تقدمها أو الفكرة؟ الرسالة أن أول شيء أحب أشكر الشيخ محمد بن راشد على هالمبادرة الطيبة الخيرية، أبني فيها نفسي وثم أساعد الدول الأخرى أو الشباب أو المجتمع الموجود فيه أن يصنعون الأمل بنفسهم لدولتهم لنفسهم. أطمح أني أكون عضو فعال أني أترك بصمة أمل إيجابية مستدامة في حياة الناس.
كانت طموحات المتقدمين والمتقدمات لا تحتاج لمقدمات، غير أنها لم تكن وحدها رغم أهميتها كفيلة لاحتراف العمل الإنساني. في هناك صفات، الانضباط واحد، المرونة اثنين، ثلاثة عنده يكون السينثيسز يعني تخليق الأفكار، يأخذها ويربطها بالأحداث، بالتاريخ، بالسابق، بالآن وبالمستقبل، يكون عنده استشراف أيضاً مستقبلي. ثلاثة، أربعة، موضوع التقدير وايد مهم، تقدير الآخرين، أعمالهم. إذا باخذ عمل بحط أيضاً لاسم الشخص فبقدر عمل الآخرين حتى يكمل مع عملي. وأيضاً أخلاقية المهنة، أخلاقية المهنة مهمة جداً حتى يكون أنا أشتغل في قوانين وشفافية مع نفسي ومع الآخرين. أهم صفة أعتقد أنها يجب أن تكون فيه هي صفة الصبر، لأن العمل الإنساني فيه مشقة، فيه تعب، فيه تعامل مع عقليات مختلفة من البشر، فيه تعامل مع ظروف بعض الأحيان قد تكون يعني صعبة جدا يتعرض لها الشخص، فلا بد أن يتحلى بالصبر إلى أبعد الحدود. لا بد أن أزرع فيهم الأمل، لا بد أن أزرع فيهم حب عمل الخير، عمل الخير المتنوع. عمل الخير هو الوقوف بجانب من يحتاج. ما هي نوع الحاجة؟ هل هي دعم نفسي؟ هل هي دعم مادي؟ هل هي دعم من نوع آخر؟ هذه المنظومة لا بد أن تتكامل. ممكن تخبرينا في أقل من دقيقة عن نفسك؟ وليش دخلتي أو بتدخلين في هالبرنامج؟ معاكم أمل ماجد المهيري، موظفة في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، منتدبة حاليا في وزارة اللامستحيل بإدارة اكتشاف المواهب. دخلت في برنامج صناع الأمل لأني أمثل المرأة الإماراتية الطموحة من خلال إبراز قيم التلاحم المجتمعي والتماسك اللي هو أساس لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن حاليا دورنا في هذا البرنامج أن دائما عندي روح بذرة الخير اللي موجودة فينا تأسسنا عليها من القيادة المؤسسين، وتأسسنا كذلك من قبل المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. هالأشياء كلها موجودة في أبناء دولة الإمارات، فنحن المفروض حاليا في من خلال تسجيلي في برنامج صناع الأمل أبا أنقل دور العمل الإنساني داخل الدولة وأنقله للخارج، على أساس أن عندنا قيم التسامح حاليا وإبراز روح البذل والعطاء اللي موجود في أبناء دولة الإمارات. من أمام نقطة النهاية وأنا في انتظار صانع الأمل أو صانعة الأمل اللي راح تكون لهم بصمة في التغيير الإيجابي. خلينا نسمع ردود أفعالهم وإن شاء الله خير. الاسم خولة درويش. خولة درويش، خولة درويش، حدثينا عن نفسك وحبك لعمل الخير. أوكي، في البداية أنا فنانة تشكيلية ودائما أحب أدخل الفن في العمل الخير، وأحب دائما يعني أوجه الناس أن عمل الخير ما يعني يقتصر على شيء معين أو تخصص معين. فأنا أردي مشاركة في أعمال تطوعية كثيرة داخل الدولة وخارج الدولة ومدخلة فيها الفنون. جميل، وشو أثر هذا على الناس؟ لاحظتي في أثر على الناس؟ يعني شو تحققون منها أرباح أو يعني؟ لا، هي أكثر تطوعية حق الناس. مثلا يعني مثال إن مثلا مرة رحت مخيم اللاجئين السوريين في الأردن، ويعني هم عايشين، رسمت الجداريات، رسمنا الجداريات، فيعني هذا يضفي مثل جمال، يزيد الذائقة الفنية عندهم. يعني الفن هو يعني يزيد من مثل ما تقول يعني يرفع الروح المعنوية في المكان. جميل. ما يحسون انهم يعني جميل. لاجئين في مكان انه صعب وما يقدرون يسوون في شيء. صحيح. وهو بعد يعني متنفس يعبرون فيه عن صحيح. يعني الاشياء المكبوتة داخل، وغيرتوا لهم البيئة، تغيرت لهم البيئة. وبعد الحلو انه يعني دائما انا احب اني اعلمهم اشياء اساس حتى لما نحن نروحهم يقدرون يكملون. جميل. مش مختصر انه لازم يكون فنان موجود، لا. خبرينا بشري شو الأمور؟ إن شاء الله طيبة. شو كان رأيك في أسئلة لجنة التحكيم؟ والله أسئلة يعني صراحة عميقة، في أسئلة شوية أربكتنا أو أربكتني، كنت لازم أفكر يعني تفكير سريع أو بديهي، وإن شاء الله خير.
حياك الله. مرحبا. أهلا وسهلا. بداية تعرفينا عن اسمك، وسؤالي بشكل مباشر نبذة صغيرة عن مشاركاتك ومساهماتك، والشيء الآخر أيضا ثالث فرعية في السؤال، متى بديتي في هذا المجال من مراحل حياتك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عاشي سعيد حارب، رائد أعمال في المجال الاجتماعي، حاليا توني تخرجت من برنامج خبراء الإمارات في المجال الإنساني، خبير في هذا المجال. بديت مرحلة الأعمال الإنسانية والأعمال التطوعية من عام 2012، أسسنا جمعية اسمها 1971، وجمعية الضمادة الاجتماعية للتطوع. الحمد لله تبنتني حكومة دبي أني أنا أمارس الأعمال التطوعية بشكل حكومي، واليوم أشتغل في هيئة تنمية المجتمع كرئيس المسؤولية الاجتماعية. عايشة، لو أنت عينوك قائدة فريق وبتروحين منطقة في أفريقيا ولا في الهند، أول ما وصلتي أو بتوصلين في هذه القرية أو المدينة، شو المهمة الأولى اللي بتشوفين فيها؟ شكلتي فريق وانت رئيسة الفريق، والآن عاطينك مهمة، شو أول شيء تدورين عليها؟ أول شيء بسأل الناس أو أصحاب القرية هم شو محتاجين، وكيف نحن نقدر نساعدهم بخبراتنا، ونشوف اللي هو الباتم توب أبروتش، أن يوم تصير قرية تساعدهم نشوفهم شو محتاجين. هل محتاجين تمكين في التعليم؟ هل محتاجين تمكين في الصحة؟ على أساس أولوياتهم هم، بعدين تي خبراتنا كيف نحن نقدر نفيدهم في هذا المجال. لو كان في فريق عمل، نعم، وهذا الفريق العمل انتدب على طوارئ أو على كارثة، وين بيكون مكانك في فريق العمل؟ في الإمداد المشترك، يعني أعرف من أمد الإعانة والإغاثة لهذا الفريق الاستراتيجي اللوجستي. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. يا عاشة. بشر يا عاشة، والله الأسئلة كانت شوية صعبة تركي، بس إن شاء الله، يعني إن شاء الله ادعي لي أني أنا أكون ضمن هالنخبة. أنا شفتك أنتي بابتسامتك، وإن شاء الله خير. إن شاء الله. وما إن أنهى جميع المتقدمين مقابلاتهم مع لجنة الحكم، حتى قام المنظمون باصطحابهم في جولة تعريفية للمدينة العالمية الإنسانية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2003، من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي الإنسانية. تعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة غير الربحية والمستقلة على مستوى العالم، حيث تستضيف مجتمعاً متنوعاً من 87 عضواً، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والشركات التجارية. تتميز المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعمل تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بموقع استراتيجي في إمارة دبي، والتي تعتبر همزة وصل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يسمح لأعضاء المدينة العالمية بالوصول في غضون 4 إلى 8 ساعات إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في مناطق تحتاج لعون الإنسانية. جولة الشباب كان لها دور في نفوسهم، ليس بسبب حرفية العمل الإنساني الذي تقوده بلادهم فحسب، وإنما من بعد نظر قيادتهم التي وضعت في الحسبان عون الإنسان أينما كان. انتهت مرحلة مقابلات لجنة الحكم، وتم الإجماع على 30 متقدم لبرنامج إعداد صناع الأمل من خيرة شباب وشابات هذا الوطن المفعم بالأمل. مباشرة بدينا في المرحلة الأولى في الورش التدريبية
هي ورش متخصصة في حاولنا نطرح عليهم ونعلمهم بشكل موسع مبادئ العمل الإنساني، أبعاد العمل الإنساني، الاستدامة في العمل الإنساني، كيف منظومة العمل الإنساني تعمل حول العالم. في البداية لم تخفي الوجوه عدم تقبل الشباب لفكرة المناقشات النظرية، كونهم كانوا يعتقدون أن مكانهم في الميدان وليس على مقاعد المحاضرات. يعني في بالي يعني إعداد صنع عمل كله بيكون يعني عبارة عن مخيمات وعبارة عن رحلات ومساعدات وكذا، بس يعني انصدمنا مثل ما تقول إن دخلنا شفنا فيه محاضرات وشفنا فيه كتب وشفنا الأمور هذه كلها، هالأشياء ما كان في بالنا نحن يعني. بعد برهة من الزمان وقليل من الإنصات تبدل الحال وأصبحت تلوح في الأفق صناعة الآمال. بالفعل يعني نحن أول ما دخلنا الوير هاوس كان مال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، طبعاً نحن جايين من البيت اليوم ونفس ما تفضلت أنه بيكون في كله بيكون، لأن حتى أول يوم قالوا البسوا الكاجول، ففكرنا بيكون في نفس ما تقول كلها شغلات فيزيكال وشيل وحط وكذا. الجميل في المقابلة بينونا الناس اللي كانوا يقابلونا أنه أنتم بتكونون مثل قيادات صناع الأمل، يعني هي إيش حاجة بتكون فيها وضع استراتيجيات. نعم فيها جانب بيكون خلينا نقول عملي جانب كذا، ولكن قدرنا نفهمها نظري، بس للأمانة لحد آخر لحظة دخلنا في الوير هاوس اللي في المدينة العالمية فكرنا حتكون حاجة عملية، شفناها لا كلها تطبيق نظري، لأن فهمنا أنها حتكون وضع استراتيجيات وحتكون مشاريع هاي ليفل على مستوى كبير تدعم العمل الإنساني. نحن يعني خلينا نقول ما نقلل دور العمل اللي في الميدان، العمل ما نسميه البسيط، بالعكس جهود جبارة في الميدان وأشخاص تشيل وتحط وأعمال لوجستية كبيرة موجودة في الميدان، بس لا استراتيجيات صناع الأمل والمشاريع الكبيرة هذه كانت دور الفريق أو خلينا نقول المنتسبين لبرنامج صناع الأمل. طبعا كانت صدمة، ولكن باليوم الأول والثاني والثالث قدرنا نفهم أو فهمنا بشكل أصح شو كان هدف البرنامج هذا، صناع قيادات أو صنع قيادات صناع أمل لوضع استراتيجيات ومشاريع على المستوى الهاي ليفل تطبق إن شاء الله خلينا نقول حتى على المدى البعيد أو خلينا نقول 5 سنوات القادمة. يعني الورش كانت يعني الأمانة جدا مفيدة، كانت عندي توقعات كثيرة يعني من خلال اللي بستفيده من الورش، نوعا ما في بعض الجزئيات نقدر نقول إن هي فاقت توقعاتي لأنها عرفتنا على أفضل الممارسات اللي موجودة في العالم. نحن اليوم كلنا يعني مجتهدين في هذا المجال، قاعدين نهيئ ويعني يصنعون منا صناع للأمل، لكن كان جميل أن نحن نطلع على العالم وين واصل في هذا المجال، شو هي التحديات أو مثلا اللي قاعدة تتكرر في بعض بلدان العالم، وتكلمنا وطرقنا لتفاصيل كثيرة يعني، والكل ساهم وأثر في الحوار. الخبراء اللي كانوا موجودين، الزوار اللي زارونا بشكل متقطع يعني خلال الزيارات، كلهم شكلوا إضافة كبيرة للمعرفة اللي نحن كنا قاعدين ناخذها، والأمانة في ذيك اللحظة ما كنا نعرف كيف بنترجمها وكيف بنستفيد منها، لكن لما جينا في مرحلة متقدمة وطلب مننا نحن ننفذ مشروع يعني فهمنا وحسينا بقيمة المحتوى اللي جمعناه في البداية. الورش هذه أثرت علينا تأثير إيجابي كبير، الأفاق اللي خلتنا نتوسع فيها هي لكثرة البحوث، الدخول أعمق في اقتصادات الدول، الاستراتيجيات، الأنواع، طبقات الأشخاص اللي أو المجتمعات اللي تعيش في هذه الدول، أنواع الدول في أي قارة، شو هالبلاد تفتقر لها عن غيرها، شو المقومات اللي عندها، كيف يستخدمون القوى العاملة، الأيدي العاملة اللي عندهم. فهذه الورش عطتنا إدراك أكبر في أن نحن نبحث ونخصص من وقتنا كبير قبل، نحن طبعا العمل الإنساني ما يبال وقت، أنت لو تشوف شخص مثلا يطيح مثلا قدامك أو شخص محتاج قدامك، أنت لا شعوريا إذا أنت عندك شغف هالمو بتبادر وبتساعده، ولكن إذا أنت تبغى تساعده في الاستدامة طبعا تبحث. فالمغزى من كلامي أنت إذا بتعمل أو بتعمل عمل إنساني أو بتبادر في عمل إنساني، تبادر وتفكر في عمل استدام، في عمل إنساني مستدام وليس لوقت وقت مخصص بس. يعطيكم العافية، وأول شيء مبروكين بعد على انضمامكم لهذا البرنامج، برنامج الإعداد، إعداد صناع الأمل، ونتمنى إن شاء الله تكون بداية لرحلة
طويلة معاكم. ليش نحتاج صناع أمل؟ صناع الأمل هم صناع الحياة في النهاية. يقول الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أحيانا لما تعطي إنسان أمل أنت تنقذ حياته. أحيانا لما تزرع في طفل صغير أمل ممكن تغير مستقبله بالكامل. أحيانا لما تقول لشخص أنت تقدر وهو ما يعرف أنه يقدر، فأنت ممكن تغير مستقبل بلده بالكامل. ليش الشيخ محمد سمى مسبار الأمل بهذا الاسم؟ لأنه يريد يغير حياة الناس. إحنا في الإمارات كشباب ما كنا نتخيل قبل 10 سنوات أن ممكن شباب إماراتيين صغار تحت 30 سنة ممكن يوصلون المريخ، ممكن يصنعون مركبة توصل المريخ. ما كنا متخيلين أبدا. يا شيخ محمد قال لا تقدرون، رفع السقف وزرع في هذول الشباب وهذول المهندسين أملكم تقدرون. أطرشكم كوريا بتعلمون بتدرسون بتردون هني بتأخذون دورات بترجعون تصنعون معاهم. اشتغل عليهم 10 سنوات لحد ما وصلوا لهذه المرحلة. اليوم مسبار الأمل اسمه مسبار الأمل. دائما الشيخ محمد يكرر إن مسبار الأمل رسالة للشباب العربي، كل الشباب العربي. كانوا جميعا يعتقدون أنهم سوف يكونوا سعداء بانتهاء مرحلة المحاضرات، غير أن حجم الفائدة التي اكتسبوها غيرت من نمط السعادة لاستقبال مرحلة التطبيق التي كانوا قد استعدوا لها. اللحظة الأخيرة يمكن من البرنامج، أو خلنا نقول حق الجزء الأول من البرنامج، بالنسبة لي كانت لحظة مختلفة. اللحظة كانت أنا ما توقعتها شخصياً أني أنا بشعر بالشعور اللي حسيت فيه في هذاك الوقت. يمكن السبب من وراء ذلك أن نحن كنا مع بعض لمدة 5 أيام، يمكن من الصبح لين الليل، وخمسة أيام يمكن تعتبر مدة بسيطة أو صغيرة، لكن بسبب خلنا نقول الأفكار اللي كنا نتبادلها، دام من العمل الإنساني كان يمكن صلة الوصل ما بيننا نحن كلنا، فالواحد يحس بشعور جدا مختلف مع الأعضاء اللي موجودين. فكانت لحظة يمكن صعبة علينا كلنا أن ننهي البرنامج أو البارت الأول من البرنامج. فلين الحين اليوم أتذكر الموضوع شوي أنا بعد أستغرب من اللحظة هذه. كنا مجهزين يعني تجهيز كبير في قرى نائية في الهند، والفريق جاهز وتم تقسيم الفرق، لكن فجأة أتت جائحة كورونا وغيرت كل الحسابات عندنا. صدمة أن نحن يعني عدينا كل الإعداد هذا للبرنامج، صدمة مع الفريق كلهم أن يبغون يكملون هذه المبادرة ويعيشون التجربة الميدانية. ويمكن كان تحدي كبير كيف نحن نستمر في الهدف اللي تأسس البرنامج عشانه. أصيبت الدنيا بصمت وذهول، ومالت مظاهر الحياة للأفول، وتقطعت كل سبل النجاة غير التي ارتبطت بتدبير رب السماء. فجائحة كوفيد-19 سرت بين البشر كالنار في الهشيم. كان أمامنا خيارات، إما أن نوقف البرنامج وننتظر جائحة كورونا تذهب، أو أن فعلا نستفيد من المجموعة المميزة اللي وفقنا في اختيارها. قدر الله ما شاء فعل، ما قدرنا نسافر للهند. طبعا كان الموضوع شوية حاز في الخاطر ان نحن بنسافر للهند وبيكون في نوع من الاعمال اللي نحن نخدم فيها المجتمعات العالمية، وخاصة الفئات اللي محتاجة لهذه الصناعة اللي هي صناعة الامل. ولكن بعد ما وردنا اتصال من الدكتور وليد العلي بلغنا أن الرحلة التغت، فبعدها بكم من يوم بلغنا الدكتور خالد لوتاه أن شباب منو يبغي يتطوع في
مع مركز التحكم والسيطرة في هيئة الصحة لإدارة الحالات المصابة بكوفيد 19. يمكن يوم عطونا الخبر أو وصلنا الخبر أن تم إلغاء رحلة العمل الميداني إلى الهند، الشيء أثر فينا جميعا يمكن بشكل كبير. ليش؟ لأنه وخصوصا يمكن بتكلم عن نفسي، لأن أنا شغالة في مجال العمل الإنساني، ويوم أني أسافر لمثل هذه الدول في المجال الميداني الشعور يكون جدا مختلف عن اللي تقرأ في الكتب وعن اللي تشوفه في الصور. فكنا أكيد نطلع بشكل كبير لمثل هذه الرحلة اللي الواحد كان يطلع أنه مو فقط يستفيد منها من ناحية أني أنا زرت مكان جديد وبستفيد منه، لكن كيف أنك تقدر تتعرف على المستفيدين في مثل هذه الدولة، كيف تقدر تتعرف على أطباعهم وبالفعل تتذكر كل الأشياء اللي عطوك إياها من دروس، من أفكار، من مبادئ، وتطبقها على أرض الواقع. لكن الحمد لله شيء يمكن فريق العمل يشكرون عليه أنهم قدروا يغيرون من هذا الشيء وقدروا أنهم يعدلون عليه بطريقة نحن ما كنا حتى متخيلينها، والحمد لله. أنا أتوقع أنه يمكن الهدف الرئيسي من وراء البرنامج، بغض النظر عن فترة كورونا وعن هذه الأزمة العالمية اللي نمر فيها والغاء السفرة، لكن الهدف الرئيسي من وراء البرنامج في نظري أن الحمد لله تم تحقيقه. طبعا كنا جدا متحمسين لرحلة الهند، خاصة لما فهمنا تفاصيل المشروع وأنه هو فعلا بيكون يعني مشروع بيفيد المجتمع أو بيفيد القرية اللي نحن كنا بنزورها. فكان الحماس جدا كبير، وكنا نتطلع يعني بشوق لرحلتنا، خاصة كانت بتكون رحلة يعني غير عن أي رحلة ثانية. أنا قاعد أسافر مع نخبة من صناع الأمل تحت إشراف فريق متخصص في برنامج صناع الأمل، مع وجود خبراء معانا، فكانت بتكون يعني رحلة مثالية. لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني ما كان لنا نصيب بسبب جائحة كورونا. لكن طبعا يعني احنا ما استسلمنا وما يأسنا، المشاريع اللي حضرناها بوجودنا يعني داخل الدولة، رغم حتى التحديات اللي واجهناها مع يعني من العمل عن بعد، ما كان الفريق يقدر يتواصل، ما كنا نقدر نجتمع، اللقاء كان محدود من خلال محادثات عن بعد، لكن قدرنا نطلع بمشاريع أنا متأكد أنها بتساهم وبتكون يعني قيمتها أضعاف أضعاف اللي نحن خسرناه. أول فئة أنا اتجهت لها بعد ما سوينا الترتيبات حق العمل التطوعي في الجائحة هو مجموعة أعداد صناع الأمل، الشباب هذه. المبادرة اللي خلنا نقول يمكن بدايتها كان اللي هو فريق صناع الأمل أو اللي مسكها بشكل كامل في البداية، اللي هي كانت بالتعاون ويا هيئة الصحة بدبي، كانت بالتعاون وياهم بخصوص مرضى كورونا، مرضى كوفيد 19، في متابعة الحالات، متابعة الإجراءات، المرضى اللي محتاجين أي شيء، محتاجين مساعدة طبية. نحن كنا حلقة الوصل بين المرضى وبين هيئة الصحة بدبي، فحصلنا فرصة أمل نصنعها داخل دولة الإمارات، وكلنا شاركنا، ويعني كنا نتسابق بين نحن كشباب ان انا بسجل وانا بسجل وانا بسجل، والحمد لله تقريبا دفعه كلها اشتركت. فنحن كنا نحاول نصنع الامل للمرضى ان الدنيا بخير، وان ان شاء الله هالمرض هالجائحه بتخوز عنا، وفي نفس الوقت نساعد هيئه الصحه بحكم ان الضغط اللي كان عليها او اللي كانوا محتاجينه بدل ما يروحون أو يدورون حد ثاني. فالبرنامج من نفسه صنع فريق حق هيئة الصحة، وهذا اللي حدث. الفريق تعاوننا معاهم في أننا نحن نوجد حلول تساهم في التصدي لجائحة كورونا وأبعادها على مستوى الدولة. ما إن اعتقد الشباب أن برنامجهم قد ضاع بين دهاليز الجائحة وتبعاتها، حتى انتفضوا بأفكارهم التي اتفقت جميعها على صناعة الأمل. من هنا، من إحدى قاعات وزارة اللامستحيل، تجددت روح الأمل من بوابة خير الناس أنفعهم للناس، فتغيرت وجهة الصناعة لتحاكي واقع الحال. وأتى يوم مناقشة المشاريع التي أعدها الشباب لخوض غمار العمل الإنساني بروح تحاكي تطلعاتهم وآمالهم التي اكتسبوا جلها من بعضهم ومن تكاتف جهودهم ضمن فرق أثبتت أنها أهل للثقة والمسؤولية. الفكرة
هي في إطعام طعام. ما في إنسان يجوع في دولة الإمارات أبداً. عندنا نحن ملهم بصناع الأمل هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. وأتى يوم مناقشة المشاريع التي أعدها الشباب لخوض غمار العمل الإنساني بروح تحاكي تطلعاتهم وآمالهم التي اكتسبوا جلها من بعضهم ومن تكاتف جهودهم ضمن فرق أثبتت أنها أهل للثقة والمسؤولية. كانت أجواء المناقشة مشحونة بطاقات إيجابية وأسئلة استنتاجية واحتمالات واقعية نابعة من خبرات متراكمة لمن كان لهم باع في العمل الإنساني وما يدور بفلكه. وظفنا التفكير التحليلي، إدارة الموارد، إدارة الأبحاث، كيف تقوم بالبحث الميداني اللي تعلمنا حتى في الجامعة، إلى دراسة الجدوى، إلى دراسة خطط العمل، كلها توظفت في المشروع اللي قدمنا. فخلنا نقول يوم سويناه في البلاد شفنا فعلا أنا كيف أروم أقدم أكثر، مش في عمل الخارج فقط، في البلاد وعد اللي كنت أقدمه قبل. هذا الأمر يعتمد على عوامل كثيرة. أنا أفضل دائماً أني أعمل كفريق مع فريق، خاصة الفريق اللي كنت أعمل معه ما شاء الله عليهم كانوا فريق متنوع من مجالات مختلفة وتخصصات مختلفة. فكوني كشخص يعمل في الكواليس وعندنا في المجموعة نفسها أشخاص يعملون في الواجهة، يعني قدرنا مع بعض، يعني احنا قدرنا مع بعض ان نطلع تصور ايجابي لفكرتنا لمشروعنا اللي هو بخصوص التحول الرقمي للمؤسسات الخيرية. كانت مناقشتنا عن تطبيق السياسات في الاعمال الريادات الاجتماعية. الحمد لله رب العالمين، السياسات اللي طلعنا بها، التفكير اللي حطيناه، التوجهات اللي حطيناها عشان نطبقها كانت كلها موالمة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة. شفنا بعض الأبحاث الخاصة بدول أخرى، شفنا شو اللي منها نقدر نحن نطبقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من سياسات وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم، نحن كيف نطبق هذه الأمور على أرض الواقع، كيف بنخلق جيل جديد مختص بريادة الأعمال الاجتماعية. فهذه كلها كانت مناقشات ناقشناها في فريقنا اليوم، والحمد لله رب العالمين ظهرنا بنتائج ممتازة. معالي الوزير محمد القرقاوي ما قصر طبعا في أنه يطرح علينا بعض الأسئلة، سألنا شو اللي بي بعد هذه السياسات، فنحن قلنا نحن جاهزين، نحن اللي بعده فقط اللي هي خط الانطلاق عشان نحن نبدأ نطبق هذه الأمور بعد الأبحاث اللي نحن قمنا بعملها في فريقنا. مناقشتنا اليوم جت بعد أكثر من سنة من الاجتهاد، وإن إحنا قدرنا نعمل على هذه الفكرة بعد ما نحن اخترناها، شفناها إن هي مثلا كانت مهمة للخطوة فيما بعد إن شاء الله اللي إحنا نبغى نطبقها. كان طبعا القيادة متمثلة في معالي الوزير محمد القرقاوي عطانا دافع وكان ملهم، انه قال ان شاء الله راح نطبق هذه الفكره وراح نحولها الى ارض الواقع. وهذه هي اللي احنا اتعودنا منهم من صناع القرار، انهم ياخذون هالافكار ويحولونها الى ارض الواقع، وان شاء الله نحن نطمح ان نكمل معاهم هذا. ونحن ان شاء الله دام نحن حولنا هذه الى فكره، وان شاء الله نبغى نحول معاهم الى ارض الواقع. كلمه اخيره وكلمه اولى، نحن ما خلصنا، هذه بداية المشاريع الجاية، كل أفكارنا جمعناها، تعاوننا مع بعض، سمعنا من بعض، اليوم نطبق أفكارنا على أرض الواقع عشان نكون نحن بالفعل صناع أمل، ليس فقط في وضع الأفكار ولكن على أرض الواقع في الميدان. كنا شغالين على المشروع
صار لنا كم من شهر، وكل فترة كنا نرد نقترح أفكار، وأفكارنا صراحة كانت وايد كبيرة. فأنا نحن نرجع كفريق ونلخصها لشيء ممكن يتطبق وممكن يتاخذ هالمشروع للجهات وتتبناها، هذا كان هدفنا في المشروع. فالحمد لله قدرنا نوصل هالشيء، وبإذن الله راح نشتغل على المشروع ونحوله لحقيقة. في البداية يوم عطونا ملخص عن شو بيكون المتطلبات من صناع الأمل، اللي هو أول شيء إن إحنا نخلص ونشتغل على مشاريع عديدة في الدولة، ونحن نهيئ لها، ومن ثم هنسافر إلى الخارج ونساعد ونطبقه في الأرض الواقع، ونساعد اللي هو مثل ما قلت الحس الإنساني اللي في قيادتنا الرشيدة، إن إحنا بنروح ونساعد في الدول الأخرى. كان طبعا شيء جدا كنا متحمسين على هالشيء، انه وهالشيء في مثل ما يقولوا من عيال زايد، وهالشيء مخلف علينا من الاباء المؤسسين، ربي يرحمهم ويغفر لهم. وبعدين يانا سبحان الظروف، كان خارج من ارادتنا اللي هو ظروف كورونا، ولكن داركنا وقدرنا ان نحن نشتغل في هالفتره على اشياء داخليه، وان شاء الله ترجع الامور على طبيعتها، وإن شاء الله بعدين نقدر من ثم أن نكمل هالمسيرة. اليوم برنامج صناع الأمل وإعداد قيادات في قطاع صناعة الأمل على مستوى الوطن العربي نحتاجه، واحتياجنا لكبير. صاحب السمو الشيخ محمد أطلق برنامج القيادات من حوالي يمكن 16 سنة. اليوم باكورة هذا البرنامج طلع قيادات وطلع وزراء ومدراء دوائر، ولكن هاجس الشيخ هو صناعة الأمل في العالم العربي. فاليوم نخبة من الشباب، خمس فرق عملت مع بعض، ما كانوا يعرفون بعض خلال السنوات الماضية، ولكن من خلال برنامج الشيخ محمد القيادات عملوا مع بعض على خلق نموذج جديد لصناعة الأمل وبناء قيادات في العمل الخيري والإنساني والتطوعي من خلال هذا البرنامج. هذا غرس زايد، وهذا نبع العطاء المتزايد الذي أطلقه محمد بن راشد وبثه في نفوس شباب أثبتوا أنهم ذخر للبلاد وصناع للأمل بين العباد.